هذا يسأل عن إن عندهم جمعة في منطقة صغيرة فيها جمعة، ولكن الإمام يقولون إن الخطيب إن عنده شيء من البدع والمحدثات، وأنهم عملوا مسجدا آخر يصلون فيه الجمعة. تعدد الجمعة لا يجوز في مكان واحد إلا إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، وليس من الضرورة كون الإمام يستبدل، إذا كان ما يصلح للإمامة يستبدل ولا تعدد الجمعة. وإذا لم يمكن استبداله، تعذر استبداله، أو معه ناس يحمونه وهو عنده بدع مخالفة واضحة، فعملكم صحيح أنكم جعلتم لكم مسجد جامع آخر تصلون فيه، لأن هذا آخر حل. نعم.